السلام عليكم. طبعا حلقة ثانية انه انا شلون راح اطلع الصورة بالمجهر. الصورة اذا تبي تطلعها بالمجهر عندك طريقتين. عسى تقول شنو هي؟ طريقة بسيطة ومع احترام البعض يسلكها وللسرعة نوعا ما، والطريقة الثانية هي الطريقة السيفتي والعلمية والأداة. نبدي بالعلمية، لأن أنا أحب الأشياء العلمية، لأن صنعوا الكيا ما معقول أنهم يجهلون شلون تطلع الصورة. أول شيء نفترض هاي عينة ما ندرى، هذا بس سلايد طبعا للتعليم فقط، جبتها هنا. طبعا إذا تريد تفحص إدرار، متى فحصها؟ بالبداية على الأربع، فحصها على العشرة اللي هي ذات لون أصفر، واللون الأزرق هي الأربعين، تحطها على العشرة. شو تسوي؟ الصعد. طبعا شرحت في الفيديو السابق العشرة اكس اربعة اكس، هاي العدسة شيء تستخدم الضابط الكبير، تبدأ الصعد بالضابط الكبير الى ما ان تطلع لك صورة. تي تتأكد من الصورة، حرك الستيج من الذراع الى امام وخلف. طبعا هذا الذراع يحرك لك الستيج امام خلف يمين يسار، في حين عندك الضابط الكبير والصغير لا، هذا صعود ونزول فقط. فأول شيء أنا إذا بالطريقة العلمية الأولى، حتى إذا أريد أطلع صورة بالمجهر، عندك الطريقة الأولى قلت لك إنه تحط الستيج مالتك على عدسة عشرة. طبعا ملاحظة دائما، أنت من تحرك العدسة شوفوها ساني دافر بالعتلة مال العدسات، من تجي تسويها هيجي تسمع طقة، بمعناها العدسة قعدت بمكانها المضبوط، ما سمعت هذا الصوت تأكد. ومن تجي شوف مرات تشوف حتى عتمه، هسه انا اذا اسويه هيك يعني تقريبا واجي اباوع بالمجهر راح اشوف، ما يعني الضوء خافت بس هيك لا راح اشوف صوره واضحه. نكمل. حطيت العينه، حطيت العشرة اكس، تجي الصعد الى ما ان تطلع لك الصوره على عدسه عشرة اكس. شفتها؟ شوف يعني مثلا بالادراك، شوف خلايا طلائيه الباص الار، وشوفها باحجام جدا صغيره، لان يعني 14 اكس هذه. تتاكد منها، حرك الستيج يمنى يسرى، اوكي، مباشره فره على 40، انت مطمئن. ولا تخاف والله ها العدسه راح تطخ بالسلايد والعينه راح تنضرب وتتلف والعدسه لا، ما دام انت طلعت صوره حقيقيه صحيحه على 10 مباشرة، مجرد بس دور العتلة على عدسة 40. شو تسوي؟ ما راح تجي تحط عيونك هنا، نصيحة، لا تحرك إلا أن مو عيونك تكون بالمجهر. عيوني بالمجهر وأجي شوفوا إيدي، إيدي اليسرى أنا دائما يعني حسب الشخص بعد أحطها على الفاين، ركزوا على الفاين. ليش؟ لأن هنا قوة تكبير أعلى 40، ويا الأربعين والعدسة 40، العدسة 100 أنا أستخدم الصغير ما أستخدم كبير نهائيا. أجي مرات أشوف الصورة ما واضحة، شوية أصعد بالفاين أو أنزل صورة وضحت، تبقى أنت تسوي عملياتك الحسابية. هذه طبعا طريقة العلمية والأضبط والأسلم حتى على العدسات مالتك. أتمنى استفاديتوا من هذه أول طريقة شلون تطلعون الصورة بالمجهر. دمتم صحة وعافية.